معظمنا دازو في حياتنا أصدقاء أو بالأحرى عشران اللي كانوا تيعطيو الطعم لحياتنا. منا من هذا عشيرو زادو خلاه، غدرو، بدلو، أو كان غير كيستغلو. في حكاية الليلة إلهام غادي تحكي لنا أو لا تبوح لنا بالعلاقة ديالها مع عشيرتها سامية اللي ما يمكنش كيفاش هاد العلاقة كانت شديدة، ولكن هاد سامية غادي يخرج منها واحد كمية الغل والحقد والحسد اللي خلتها باش انها تنتقم من الالهام بواحد الطريقة اللي ما تطيحش لكم على البال. حكاية عبرة للاستفادة وليس للمتعة. ما تمشوا فين وبقوا معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وحوالكم طيبه. سمحوا لي اعتذر كثيرا لانه كان غيب عليكم هذه الايام، ولكن دابا تجي العوده المستمره ان شاء الله تاع نهار ليه نهار لا، خصوصا انه مؤخرا كنلقى صعوبه انني نلقى لكم حكايه اللي تقدروا تستافدوا منهم. كاين بزاف ديال الحكاية اللي فيهم غير التكرار وما فيهمش شي عبره كبيره اللي تقدر تزيدكم في القاموس ديال حياتكم شي حاجه، ولهذا انا حريصه باش انني نعطيكم محتوى اللي هو تقدروا تستافدوا منه وماشي غير بقايرة نعاود لكم بلا فائدة. فما تبخلوش علي بأنكم تضغطوا على زر الإعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. المؤنسة ديالكم معكم دائما وأبدا، ما غبرت أنا دائما معكم إن شاء الله. فشكرا لكم من أي مدينة أو لأي بلاصة كتابعوني في المغرب أو لخارج المغرب. طولت عليكم، خير ما تعطلش لكم أكثر، نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ. أنا إلهام، غادي نبدا لكم الطفولة ديالي اللي كانت عندي فيها واحد صديقة سميتها سامية، واللي ساكنة حدايا في واحد البارتمان اللي هي صغيرة وساكنة فيها مع جدودها وعمامها وباها وخوتها. كانت كدوز من ظروف اللي هي خايبة ولكن قلبها كان زوين. فبقينا مع بعضياتنا، تقرات معايا في الابتدائي ثم الاعدادي، واخا ما كناش في نفس القسم في الثانوي غادي نعاود نتجمعوا من اول وجديد. كبرت انا وياها وكبرات معنا الصحبة ديالنا لدرجة كنت كنشوفها كثر من اختي وكنت كنبغيها كثر من نفسي، اقسم بالله وربي شاهد على هذا الكلام اللي تنقول. هاد الاخت كانت كتعرف اسراري والاخبار ديال دارنا وحتى الاخبار ديالي، وكانت كتنعس فراشي وتاكل ماكلتي وتشرب شرابي. كانت كتعرفني كثر من نفسي وكذلك ومثال انا كنت كنعرف عليها كل شيء. وانا في سن 16 سنه وسط المراهقه ديالي كنت تعرفت على واحد الانسان اللي حتى هو ولد دربنا وغادي يطور العلاقه ديالي ما بيني وما بينه. فهاد المرحله اللي غادي نحكي لكم او اللي غادي نشارك معكم الله يسمح لي عليها ولا افتخر بها، ولكن كتبقى جزء من هاد الحكايه. غادي تطور علاقتي انا وهاد الخليل في سن 16 سنه، وغادي توقع علاقه ما بيناتنا اللي نتج عليها واحد الحمل عن خطا. تلفت وما عرفتش شنو غادي ندير. اول شخص جاني في بالي نعيط ليه هو صاحبتي ساميه. ساميه اللي كنت غير كنسمع دقات عليا كيتفاجئ قلبي وكنفرح. ساميه اللي كنت كنشوفها نفسي وما تنقدر نخبي عليها حتى شي حاجه، وكنعاود لها امور اللي ما نقدرش نشاركهم مع دارنا. ساميه اللي اذا مرضات ماما كتوقف معايا، واذا طاحت هي في المشاكل كنوقف معاها بحكم كانت كدوز من ظروف اللي هي خايبه في دارهم، لدرجه اذا كنت مسافره كنت كنديها معايا، واذا باها خلامها بلا مصروف انا اللي كنت نعطيها اي حاجه ديال الماكله باش تديها لدارهم. هاد التفاصيل باش نعيشكم او نقربكم من مدى قرب علاقتي ما بيني وما بين ساميه اللي ما كانش فقط محدوده في الصداقه ولكن في الاخوه. نرجعوا لاحداث الحكايه ديالنا. انا ذاك الخليل اللي انا معاه ما كانش مستعد للزواج، وانا باقي مازال ما شديتش الباك وباقا صغيره. ساميه كانت كتبان ليا ديما هي اول وحده في الكوارث ديال حياتي، لدرجه ديما تنقول ولو بغات دمي نصمو ونعطي ليها. فاش وقع لي هاد المشكل بانت ليا هي وعيطت ليها باش انها توقف معايا، وبحكم اننا في نفس السن ما عرفنا ما غادي نديرو بجوج. فبقينا كندوزو من طبيب لطبيب باش نحيد داك الجنين اللي ما فراس حتى شي حد. من بعد اضطريت انني نبيع البسه ديالي والخليل ديالي غادي يدبر عليها فلوس، حتى لقينا واحد الطبيبه اللي عطاتني واحد الورقه باش نسنيها على اساس انني عندي 18 سنه وباللي انني واعيه اذا درت الاجهاض ربما تقدر توقع شي حاجه لا قدر الله، ولكن انا وافقت عليها. انا تهمني غير نحيد داكشي اللي في كرشي باش ما تفضحش مع دارنا. حيد داك الجنين، وساميه هي الوحيده اللي وقفت معايا وكانت معايا، يعني حنا بينا ثلاثه اللي فرسنا الخبر لهذه القضيه فقط. حتى كنكتشف من بعد انه الخليل ديالها كانت كتعاود ليه داكشي اللي وقع ليا، لدرجه فاش كانت كيتخاصم معاها واذا ما لباتش ليه شي حوايج هو ما بغاهمش كان تيهددها وتيقول ليها غادي نمشي لعند الدار ديال صاحبتك الهام ونقول لهم باللي انه راه كانت حامله وراه طيحاتو. جميع اسراري
كان كيهددها باش انه يفضحهم، لانه ببساطه هي اللي ما استرات والو. انا داك فاش قالتها ليا بديت كنعيش في ضغط كبير، لمتها ولكن بقات الصداقه ديالنا مستمره. دازت ديك السنه اللي نجحت فيها انا في الباك ولكن هي لا، غادي نخدم في مخبزه وبقات علاقتنا ديالي انا وساميه، ولكن هي والديها حصلوا عليها شي حاجات وحبسوها من الخدمه وحتى من الدراسه وحبسوها من الحياه كاع. داروا ليها الحجاب الشرعي بحال الخمار وتحبست في الدار وما بقاوش كيخليوها انها تخرج وحيدوا لها التليفون وكل شيء. فانا كنت كنمشي عندها للدار باش انا نشوفها ونهون عليها في هذه المحنه ديالها. بقات علاقتنا مستمره حتى سمعت بلي انه في الخدمه ديالنا احتاجوا شي بنيته اللي تبيع، وسولوني واش عندك شي بنت صاحبتك اللي تعطي لها هذه الخدمه او لا تجي تخدم معنا. فبما انه ما عندهاش التليفون مشيت كنجري باش نوصل لها هذا الخبر، ولكن فاش وصلت لحدا دارهم وقفت وانا نقول يا ربي اذا كان هذا الشيء غادي ندير فيه خير يسروا ليا، واذا لا ما تيسروش. اللي خلاني ندير هاد الوقفه هو خاطر اللي كان تيقول ليا بلاش الهام انك تعيطي على صاحبتك تخدم معاك، لكن ما تسوقش لذاك الاحساس ودقيت الباب مع العلم انا عارفه بلي انه دارهم راه حابسينا. فبديت كنطلب امها وعمتها عافاكم خليو ساميه تخدم على راسها وتقلب على رزقها بحكم انها ما شدتش الباك والخدمه راه محتاجين شي بنت، وانا ما لقيتش محسن صاحبتي ساميه. ديكم في علمكم بلي انه فايت ليا انا وياها خدمنا في نفس البلاصه ولكن ماشي مع بعضياتنا، لكن هاد الخدمه اللي جبت ليها دابا معايا هي غادي تكشف ليا الحقيقه ديالها كيف ما هي. عائلة سامية قبلوا وغادي تجي تخدم بالخمار، لكن مولشي قال لها حيدي الصباعات حيت ما يمكنش تسربي الناس بهذه الطريقه، وخمارك خليه الا بغيتي لبسي غير الطابليه من الفوق. جات وخدمت معايا، انا كنت دايره الفولار ديالي ومحترمه راسي، وفي الخدمه ما تعرفوا عليا حتى شي حاجه، داخله سوق راسي تنجي في وقتي النيه وكلشي تيحترمني. يعني كانت واحد العلاقه اللي هي في الشكل، الباترون كانت عاجبه خدمتي حيت اش نخدم من نيتي. هي فاش جات وشافت ديك العلاقه ديالي معاهم خرجت منها شخصيه واحده اخرى، اولا خرجت منها الاصل ديالها الحقيقي، واللي انا بطبيعه الحال ما كنتش عارفه انه بامكان بنادم يحسدك على كل شيء اولا بزاف ديال الحوايج اللي هو ما عايشهمش. فمنين جات تخدم معايا غادي تولي كتحرض عليا الباترون والبنات حيت شافت ديك العلاقه ديالنا مقاده. الباترون اذا بغيت منه شي نهار تنعيط ليه بدون مشاكل، واذا بغيت شي كونجي في شي وقت اللي هو محدد كان تيتعامل معايا مزيان وكنا بحال شي عائله. ساميه غير هي خدمت معنا ما كملاتش اسبوعين وليت كنشوف فيها انسانه واحده اخرى. ساميه حيدات الخمار، دارت ليميش، عرات شعرها، ولات كتسلم مع الرجال اللي اصلا ما كانتش كتسلم عليهم وتمد يديها، ولات كتضحك مع الجميع. تبدلات معايا وفوق من هادشي غادي تبدل معايا حتى انا، لدرجه انه البنات اللي خدامين تما ولات كتحرضهم ضدي. ومن بعد غادي نكتشف بلي انه ساميه معاوده اسراري كلهم البنات اللي خدامين معايا، لدرجه حتى من دوك اللي خدامين لتحت في داك المطبخ واللي هما قد والديا لقيتهم عارفين الحقيقه ديالي والاسرار ديالي اللي كنت مخبيهم هذه السنين انا وياها. انا بغيتكم عافاكم غير تخيلوا معايا انك انت ولا انتي كنتو خدامين في واحد البلاصه كلشي مقرك ومحترمك وتيشوفك بواحد الصوره اللي فيها الحدود وجمعنا خير الخدمه، حتى كتلقاي بلي انه في راسهم انك كنتي مع واحد الشخص اللي حملتي منه وجهدتي. تخيلوا معايا هذا الماضي كله عرفوه وما قدروا يقولوا لي حتى شي حاجه، حتى البنات اللي ولاو كيجيو جداد وكيخرجوا كتقول لهم ساميه بلي انه ما تغركمش الهام بزاف ديالها راها شنو دايره. وعلى ذكر هذه القضيه واحد البنت كانت قريبه تخرج هي اللي جات لعندي وقالت لي راه ديك اللي كتقولي عليها صاحبتك وعشيرتك راه معاوده الاسرار ديالك هنا في الباتيسري كله. انا نكرت وقلت لها داكشي اللي كتقول لكم عليا راه ما كاين منه حتى شي حاجه، وانا كانوا عندي الاسرار ديالها لكن ما غاديش نفضحها حيتاش انا ماشي فحالها. ما قدرتش نخرج من ديك الخدمه وبقيت مستمره فيها لانه كانوا عندي كريديات واضطريت انني نكمل فيها. من بعد غادي نكتشف بلي انه السيد اللي كنت معاه سنين وتنعرفو واللي حملت منه بخانيش الزواج. دارنا كانوا ضد انني نتزوج به لانه كانوا تيقولوا عليه بلي انه راه ما يصلحش ليك وغادي تعيشي معاه غير العذاب، ولكن انا كنت باغاه ورغم انه تيجو فيا الخطاب فما كنتش قد نعاود الماضي ديالي اولا نكذب فيه لهذوك الناس اللي كيجيو يخطبوني، فكنت كنرفض اي واحد كيتقدم ليا كيف ما بغى يكون واخا كانوا ميسورين. هاد ساميه صراحه نكون غير درت معاها شي حاجه اللي هي غلط اولا شي خطا تحفق
ولا خطات في حقها، نقولوا باللي انني نستاهل شنو دارت لي وشنو غادي نعاود لكم. هي كتخدم معايا في واحد الخدمه وكلشي بدلت ليه النظره ديالو فيا. ما تخيلوش كيفاش وليت كنشوف راسي وسط منهم. ورغم ذلك كافحت وبقيت، واخا كلشي تبدل معايا وما بقاوش كيعاملوني مزيان، وبقيت صابره حتى هي غادي تعرف بلي انه حتى غادي تعرف بلي انه السيد اللي كنت معاه دي سنين بغاني للزواج. وهنا غادي دير واحد الخطوه اللي ما غاديش طيح لكم على البال. علاش؟ شو اللي خلاها دير هالشي؟ لانه السم والحقد هو اللي غادي يبان دابا. غادي نشوف واحد الوجه اللي ما عمرني ما شفته هادي سنين وانا سنعرفها. غادي نشوف وجه حقيقي لما جمعتني معها خدمه وحده، واحد الشر وواحد الخبث يا لطيف. المهم فاش عرفت بلي انه جاي يخطبني هذاك السيد، نط عيطات ليه في التليفون حيت اش كيعرفوا بعضياتهم. لما كان هو خليل ديالي كان ديما في الماضي تيقول لي فرقي عليك ساميه، راه ماشي من المستوى ديالك، والاكثريه من عائلتهم راه حباسه وفي الحبس. ورغم ذلك ما كنتش كنسمع الهضره ديالو حيت ماشي كلشي خايب وكبرنا مع بعضياتنا. او بعد مرات تنقول ليه راني تفرقت عليها وكانت كتجي عندي بالتخبيه وكندوي بالتخبيه، انا ما قدرتش نتفرق عليها، ولكن هو كان شاف فيها شي حوايج اللي ما كانوش انا تيبانوا ليا. حتى دارت الخمار وقلت لي صافي راه ساميه تابت وراه دارت الخمار وتبدلات. ولكن انا ذاك ساميه ما كانش دارته عن اقتناع، دارته غير باش بين لدارهم بلي انا دخلت سوق راسها حيت حصلوا عليها شي حوايج. بمعنى انه الخليل ديالها كانوا عنده فيديوهات ديولها او لا عليها اللي ناد صيفطهم لامها وقال ليها ها بنتك شنو كتصيفط ليا، وراه هذا بيتكم وراه هذه داركم. هذا الشيء كله بتفاصيله انا كنت عارفاه، ولكن ما فضحتهاش عند اللي فضحتني عندهم. هي فاش عرفت بلي انا والخليل ديالي بغى يخطبني هزت التليفون وقالت لي شوف راه ساميه كتعرف بزاف ديال الدراري، وواحد الطوموبيل كتجي كتسناها وراه عندها تليفون واحد اخر. المهم عاودت ليه 90% ديال الحوايج اللي ما كاينينش غير باش انه ما يتزوجش بيا. هو اكيد اكيد وطبيعي غادي يتيقها لانه عارفها بلي انا وبيناتنا 10 ديال السنوات وسنوات ومشاركين كل شيء، يعني راه ما يمكنش السيده تكون كتكذب عليه. فانا خارجه من الخدمه وهو انا ذاك سجل المكالمه ديالها، فاش خرجت لقيته كيتسناني وقف عليا بدا تيقلبني وكيقلب لي حوايجي وقال لي انت دايره تليفون واحد اخر وانت كتخونيني وكتعرفي فلان وفلان وفلان. الله يهديك السي فلان، راه ما كاينش هذا الشيء. شكون قالوا لك؟ صاحبتك العشرة ديال سنوات ما يمكنش تكذب عليك. سمعني الله يهديك، راه بغات غير تفرقنا. اقسم بالله العلي العظيم اذا ديك الليله ما بغاتش تنسى ليا، الشارع كله تجمع لينا وتيقول لي والله ما نطلق منك حتى نعرف الحقيقه وشنو كاين، والله حتى كتكذب عليك فلان، راه ما كاين والو من داك الشيء. وليت كنقول للناس ها العار لما عيطوا لدارنا لانه تيضربني في الزنقه والناس مجموعه علينا. وصل الخبر لعائلتي وجاوا باش انهم يفرقونا في واحد الحاله وواحد الكارثه اللي حسن حظي انه السيد ما كيتعطاش لشي مخدر ولد دارهم، والا كان غادي يرتكب في حقي شي جريمه بقوه ما عمرات ليه ساميه راسو المسمات بصاحبتي ولا عشيرتي ديال زمان. هزيت التليفون وعيطت لها بلوكاتني، ولكن قبل قالت لي هذه غير بدايه راك مازال ما شتي والو. تخيلوا لغد ليه الصباح غادي نلقاها في الخدمه كانه شيء لم يكن. الصدمه صدمه عمر من جهتها، ويا ريت كان عندها شي دليل، لكن الحمد لله ما عندها والو وما عطاتش حتى شي حاجه من غير الهضره، لكن للاسف تيقها. انا كنت شرحت ليه اذا بغيتي تيقها هذيك مسؤوليتك، ولكن ليكن في علمك انه السيد اللي دوزات معاه سنوات راه نضو قالوا ليه بلي انا وديك البنت ما تليقش ليك، خلاها وشوها ونتزوج عليها. وهي شافت بلي انا والخليل اللي شحال وانا معاه وغلطنا، وجا الوقت فاش انه يصلح الغلطه ديالو وبغاني الحلال فانتقمت مني. بقيت مخاصمه مع داك السيد مده، وهي بقيت معاه في نفس الخدمه ما كتهضر معايا ما كنهضر معاها. اضطريت انني نبقى مستمره في داك العمل على قد الحال. واكيد دابا بدات كتبين الحق ديالها وكتستهزئ في الخدمه وكتعاود على اسراري، وانا كنسمعها وكنبقى غير تنشوف، واخا عارفه العجب تنقول خليك منك الله. تخيلوا ما كفاهاش انها تعيط ليه ومشات عنده حتى للدار وقالت لي داك الولد راه ماشي ولدك اللي كانت حامله به الهام. مشيت لدارهم خرجت ليا بقيت كنقول ليها شنو درت ليك، شنو صرفت فيك واللي كديري فيا هادشي كامل، لكن بقات ساكته ما عندهاش جواب من غير السم. بقينا خدامين، السيد اللي بغاني جدوى معايا هاد المره بالعقل، انا ما درت حتى شي مجهود من غير اذا بغيتي تيقها سوقك هذاك. فجا خطبني من دارنا
وتكاتبت انا وياه وما قلتهاش للبنات اللي معايا خدامين، حتى ساقت هي الخبر وما عرفت باش تبلات. انا بقيت في خدمتي حتى كل من كان خدام معايا عرفوا الحقيقه ديالها وبداو كيديروا ليها شي حوايج باش انها تخرج. حتى خرجات واحد المره، عمرني ما ننسى لما كنا خدامين مجموعين ويمكن كنا صايمين في وقت الفطور. انا ذاك في ديك الوقيته انا فاش تزوجت نسيت داك الموضوع. فاش جات دوقنا شديت من عندها داك الشيء اللي عطاتنا، قالت لي ما خفتيش يكون فيه السم؟ شفت فيها واحد الشوفه عينيها بغاو ياكلوني بالحقد، الحقد اللي ما كنتش كنشوفه انا هذه سنوات. المهم بعد عام على زواجي حملت بولدي، وهي انا ذاك خرجت من الخدمه لانه السمعه ديالها كانت خايبه والناس عرفوها على حقيقتها وتشوهت مع عائلتها. المهم انا ديك السيده عمرني ما غادي نسمح لها لانه عمرني ما اذيتها، وعند الله ستلتقي الخصوم. ما نسمحش لها، ورغم انه السيد اللي كنت معاه ناضم بيناتنا المشاكل، لكن تزوجنا في الاخير عطانا الله وليد. انا تنقول لكم كان عندي العقل ديال دابا، اولا ما غاديش نتزوج به لانه انا عارفه علاش. منقسم غير الموضوع ديال الغدر ديال الصحبه، بغيت البنات يتصنتوا لوالديهم اذا رفضوا ليهم شي شخص. الحب ماشي هو كل شيء، لانه الزواج مسؤوليه وماشي غير الورود وكلام المعسول وبحال التصحيح غير هو. ما تنسوش انكم ما عندكمش الحق في انكم تغلطوا، باش ما تضطروش انكم تصلحوا الغلطه ديالكم بشي حاجه فوق من الطاقه ديالكم وانتم ما باغينهاش. ردي البال من الصحاب وما تعاوديش لهم الاسرار ديالك، وعمر كي ما تثقي في شي واحد اخر واخا تكوني مدوزه معاها او لا مدوزه معاها الحلوه والمره. يسحب لك بلي انه ما غاديش يفوتك، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي غادي يغدرك بالحسد وبالغيره. ما عرفتش شنو الظروف فاش غادي تطيحي، ولكن اللي غادي نقول لك ردي البال او لا رد البال. يا ريت كون كان عندنا شي عصا ولا شي فرصه في العمر، فرصه في العمر نقدروا نرجعوا الزمن للور. هاديك كنبدل بزاف الحوايج، كنت غادي نعاود الباك ديالي ونشدو ونكمل قرايتي، ندير التخصص اللي كنت انا باغي ندير، نوصل نحقق شي حوايج، نرد لوالدي ولو غير شويه ولو غير شويه. سيختو ماما تعذبت معايا بزاف وعانات معايا فاش كنت كنعرف هاد السيد، وكنت كنخرج وكنتعطل، وكان بابا كيجي كيبقى يغوت على ماما وكيقول لها انتيا. رغم ذلك كنعاود غدا كندير عاوتاني زبره اخرى وكنخرج ما كنتسوقش. السيد اللي ما كيخافش عليك واللي ما كيخليكش تدخل لدارك بكري لداركم بكري واللي ما كيحافظش عليك ما كيحافظش لك على الشرف ديالك، كنظن انه ما كيبغيكش. يمكن هذا السيد كيعرف بينو بين الله شويه لانه قال بغى يصلح الغلط وصلحنا الغلط، ولكن تقدر تثق في شي واحد اخر اللي غايقول لهذا الانسان ما مناسبش ليا. ما غاديش يقول حكا درت هذا الشيء حيت كتبغيني او لا درته في لحظه ضعف او لا في سن صغير او لا. لا، كل واحد باش غيشوفو. عافاكم البنات، حافظوا على ريوسكم، حافظوا على الشرف ديالكم. الزواج ماشي هو كل شيء، كوني راسك، دير المستقبل ديالك، كوني مستقله ماديا، لان هذا الوقت هذا الشيء اللي بغات. سافري، خرجي، عيشي حياتك كيف ما بغيتي انت، فيما يرضي الله، فيما يرضي الله. بغيتي ديري شي خادري في عائلتك، في داركم، في والديك، في خوتك، ما ديري حتى شي حد. بغيتي تخوي قلبك، نفضل تمشي عند شي كوتش او لا شي طبيبة نفسانية وتخوي على قلبك، يمكن هي قاية وترشدك وتوريك شنو ديري. ما تعوديش لأي حد. صراحة أنا تعذبوا معايا بزاف وأنا تعذبت، ولكن عقل ديال صور ملي. يا ريت كون كان عندي ولو فرصة في العمر رجع بيا الزمن اللور، بزاف الحوايج ما نديرهمش، أقسم بالله ما نعاود نديرهم. الحمد لله حنا في الحياة تجارب، كل نهار كندوزو امتحان. الحمد لله ما اديتش. المهم يمكن غلطت مع الله، ولكن ربي انا عارفه غادي يغفر لي، والحمد لله ملي ربي رزقني بولدي سالم مغالم الحمد لله، وخلاني صلحنا الغلط وما تماديتش خرجت للطريق او شي حاجه. العلم لله، حيت كاينه شحال من بنت غير كتغلط وداك الانسان كيسمح فيها كتخرج للطريق، هي رغم انها ما كانتش من ديك الطريق، كتبقى مع هذا ومع هذا كل واحد اللي كيجي كيتبلع عليها وصافي. كنتمنى ان وحده تشد في قرايتها، خدمي، قراي، وصل لك شي اللي بغيتي، ويلا جا الراجل مرحبا، ولا ما جاش ماشي نقول نتزوج باي واحد. المهم كنتمنى تكوني فهمتيني اختي اميمه، حيت انا الزوج ديالي عرفته في 2010، كانت في عمري 16 عام، يعني وقعت في معاصي وعندي ولد عنده 5 سنين. والتجربه اللي بغيت نشارك معاك هي ان البنات يحاولوا، عرفتي باقي الان كنصح بنات اي وحده تعرفك ولا شوفي ما تعاودي تسرك حتى شي واحد، ما عرفوش الانسان الماضي ديالك كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون من غير والديك. والديك هما اللي غيحضنوا عليك، وغير واخا يعيروك وخا يسبوك، ولكن ما عمرهم
غادي يشدوك من داكشي اللي كيواجه، حيت شي انسان عطاتي نقطه تعبير غدا ولا بعد غدا غادي يجي غادي يعيرك بيها على حسب هو. انا كنت نيه، وكنت ديك صاحبتي كنت كنحسبها كما قلت لك، اقسم بالله الا كنت كنعزها اكثر من اختي، اختي كنت كنعزها اكثر من ما نعاودش لك. صافي مجموعه كنا كنباتوا، ديك الصاحبه ديال كتقولي صاحبتي وتعقل بي بحال كنت كندير، كون غير غلطت معاها ولا اديتها شوهتني في الخدمه، عاودت لهم على ديك الماضي ديالي، عاودت لهم شي حوايج اللي ما خصهمش يتعاودوا، عاودتهم ليهم، خلاتهم كان كيشوف واحد الشوفه ديال المحترمه خلاتهم. المهم انا حاولت نكذب داكشي، ما قدرتش نصالح، قلت لهم داكشي اللي عاودتكم غير كذوب، ما باغا تخيب الصوره ديالي صافي، واخا انها ما خصهاش تعاود. هذه كانت حكايتي، وهذه كانت حكايتي الهام يا سادة الكرام. للأسف كيف ما قلت في واحد المقطع الهام، لأنه يا ريت تكون كانت عندها شي عصا سحرية. للأسف ما عندناش العصا السحرية كما قالت هي، ولكن عندنا الأمل وعندنا غدا، عندنا الطموح وعندنا الخدمة وعندنا التطبيق والإرادة والعزيمة. هذه العصا السحرية الوحيدة باش أننا نقدروا نوصلوا اللي بغينا، وأي حاجة بغيناها أكيد ما غاديش تجينا بسهولة، ولكن إذا درنا ريوسنا فيها غادي نوصلوا لها. هو الصديق أيضا في موضوع الصداقة الصاحب ساحب، يا إما كيسحبك للخير يا إما كيسحبك للشر. داكشي باش نقولوا بلي أنه ضروري أننا نختاروا الأصدقاء ديالنا بعناية، ونعرفوا الأش من طريق غادي يجرونا لها. والخليل الصادق عند مولانا كيتلاقوا وكيكملوا تما مع بعضياتهم. فهادشي ديال الصداقة هو أمر اللي هو مرعب، خصنا فعلا نردوا البال، وحبذا لو أننا نخليو الصداقة عبارة على شيء من بعيد وما نخلطوهاش مع حياتنا الشخصية باش نعيشو مرتاحين. وهذا كيبقى اختيار كل واحد، أو نمط الحياة نتاع كل واحد كيفاش تعيشها. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تستفدوا منها. ما تنسوش انكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب لما تكلفكم حتى شي مجهود، وشاركوا هذه القناه ولا هذه القصه مع القريب والبعيد. دمتم في رعايه الله، حفظه، وسلام سلام.